هو اللي دخل على بيت كل لبناني ومعه ضحكنا وكبرنا. حلقتنا الليلة عن الممثل القدير اللي كل الأجيال بيحبوه، صلاح كيزاني أبو سليم. ب15 سنة الجاية بيصيروا 96، بدنا نحكي بس من خاف يقولوا كافرين. صلاح كيزاني أبو سليم، العلامة الفارقة بعالم الكوميديا والتلفزيون اللبناني. يعصب يجي يقول لي يا وسام طالع لي 100 جملة. صلاح كيزاني أيقونة الفن اللبناني. روح له عند البابا إنه مش عم بيسلمني الجملة بس. قطف محبة الجمهور ووزع على فرقته. ليه يا ماما ولدي؟ هالفرقة اللي كانت شعلة نار بالفن راحوا مقهورين، اشتاق لهم كلهم. أبو سليم هو الروح تبعي، هو أبي، هو أمي. ما بعتقد في اثنين مثله، لا بلبنان ولا بغير لبنان. بحسه بي أبو سليم. فنان كبير، يعني قد ما حكيت شاتي مجروحة يعني. كل يوم حكاية. بيجتمع لأول مرة مع عيلته ببرنامج تلفزيوني. كنت تغاري عليه كتير؟ ايه ما تسألي، لا لهلا ملات اللي سي ام جي حامل شعره هيك عطلي منها. مسؤولية كبيرة انه الانسان عن جد يكون ابن ابو سليم او بنته يعني. بفتخر انك بي وبشكرك على كل شيء عملت لنا اياه. ونحن دايما فخورين فيك. شو وصيتك لسهام وآشا وآمن وسامس؟ The Stage مع كارلا حداد، الجمعة 8:30 المساء على LBCI.